هسه نبدي نفتح اول صندوق ونشوف الغراض اللي وصلتنا. عندنا هنا ملابس مثل ما تشوفون، عندنا هنا مثل العاب او سياره على شكل لعبه. طبعا هذين الاغراض كلهم جايبيهن من موقع امازون واي باي وعلي اكسبرس. احنا العمل يعني مع الشركه مالتنا انه نشتري هاي الغراض ونشحنها للعراق حسب طلب الزبائن. يعني هذين الغراض مو متوفره للبيع المباشر، هذين الناس موصين عليهن وواصلات، واحنا جايين نستعرضهن على مود اول شيء يعرفون انه اغراضهم وصلت بامان وما بيها شيء. وشغله ثانيه كاعلان انه اي شخص يحب يطلب مثل هاي الغراض لازم يراسلنا على الصفحه على الفيسبوك وراح نطلب له هاي الغراض، وتنتظر تقريبا شهر الى شهر ونص بين ما توصل هاي المواد. مثل ما جيت تلاحظون مختلف انواع الغراض، من مكملات غذائيه، من مواد تجميل، من علاجات، من ملابس، من العاب، اي شيء موقع العفو اي شيء موجود بموقع امازون او اي باي. هذني شباب امريكا موقع الاكسبرس بالصين، احنا نقدر نشحنه ونجيبه للعراق. مثل ما جي يشوفون هاي الغراض جاي نستعرضها. طبعا صار لنا تقريبا 10 سنوات بهذا المجال وعندنا ضمان على النقل في حال لا سمح الله صار شيء على الغراض بسبب النقل، فاحنا نرجع لكم المبلغ. واكو ضمان على الكسر في حال انه صار اكو مشاكل بسبب النقل والشحن، احنا مسؤولين عنه. عندنا هنا هذا الشيء لاجيت مكمل غذائي هواي مشهور بهواي فيتامينات ومعادن للجسم. تكرمون احذية، هذني طبعا مستخدمة كشخص مشتريهن، اتوقع هذني ماركات او هيجي. مكملات غذائية وادوية علاجات وفيتامينات هيجي. هذا مال مواد تجميل، مثل رولا السير استخدموها يعني اخواتنا النساء للتجميل. جنطة نسائية طبعا ماركة هاي. هنا قطع غيار مال السيارة نقدر نسميها، هذا مثل ويل كاب او هيجي يسموه حسب ما انا اعرف. جهاز مال تجميل اللي هو يقلل اعراض الشيخوخه وهيك شيء للبشره، يعني حسب اللي قريته. طبعا مثل ما قلت لكم هذين الاغراض يعني ما جايبين انه احنا جايبين للناس، و يعني ما اعرف شنو اغلبهم شنو العمل مالتهم لانه شغلنا بشركه نقل. فمثل ما جاي تشوفون اي شخص عنده سؤال او استفسار كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نكمل وياك الجواب. هناك موظفين يردون على الرسائل وينطوك اسعار الشحن والجمارك. اشكال انواع اغراض نقدر نجيب، اي واحد بباله شغله موجوده بامازون او اي باي نقدر نجيب لها. ومثل ما جاي تشوفون هذني العاب، جهاز هذا مال ازاله الشعر بالليزر يعني حسب ما انا قريته، وهذني المناطق اللي يستخدم عليهم بالجسم. ايضا هاي لعبه او مجسم او ما اعرف شو يسموها، اتوقع هاي تركيب، وهذا اللي القطع مالتها هيك تصير تتركب ومثل بازل او هيك شيء. مكمل غذائي زنك، هذا هذا كريم مرهم مال الحروق ومال البشره. قطع غيار مال السياره، طبعا اي شيء موجود هناك نقدر نجيبه سواء اغراض مال السيارات. طبعا كلهن يعني من موقع اي باي اللي هو بامريكا، عادة يكون هذا الموقع مسؤول عن غراض مال السيارات. اي شخص عنده سؤال او استفسار كل اللي عليك انه راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نتواصل وياك بالرسائل. واشكركم لمتابعة الفيديو، انتظرونا بشحنة جاية ومع السلامة.